تعليق الصور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير ذلك، كله منكر وكله من عمل الجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون، وقال: إن أصحاب مصر يعذبون يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم. وبعث علي رضي الله عنه قال: لله لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشفى إلا سويته، ونهى عن الصور البيت وأن يصنع ذلك، فالواجب طمسها ولا يجوز تعليقها. ولما رأى في بيت عائشة صورة معلقة في السجد غضب وتغير وجهه وهتك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا يجوز تعليق الصور، سواء كان صور الملوك أو الزعماء أو العباد أو العلماء أو الطيور أو الحيوانات الأخرى، كله لا يجوز، كل ذي روح تصويره محرم، وتعليق صورته في الجدران أو في المكاتب كله محرم.